واشنطن أطلقت قوة عسكرية جديدة موجهة ضد إحدى أهم الأطراف التي تدعمها إيران في الشرق الأوسط، وهذه القوة العسكرية الأمريكية أعلن عنها الأدميرال براد كوبر، وهو قائد الأسطول الخامس الأمريكي المتمركز في مملكة البحرين. بهذا الشكل صرح عددا من التصريحات حول هذه القوة العسكرية إلى رويترز. وتفاصيل هذه القوة العسكرية طبعا التي تحدث عنها، هي مكونة من قوة مشتركة من عدد من الدول، يصل عدد هذه الدول في هذه القوة إلى 34 دولة، وأن هذه القوة ستكون هي مكونة في البداية من سفينتين إلى 8 سفن. وهذه القوة العسكرية التي ستبدأ في مهامها الأحد القادم ستمسك زمام الأمور وزمام الأمن في خليج عدن، وكذلك في مضيق باب المندب، وكذلك في البحر الأحمر، ستمسك الأمن في هذه المناطق. بالإضافة إلى ذلك سيكون هنالك أيضا 3 فرق بهذا الاتجاه، وفي المياه التي تقع إلى جنبها بهذا الاتجاه من خليج عدن ستعمل على عملية ضبط الأمن في القضايا الغير عسكرية، أي في عملية تهريب المخدرات على سبيل المثال، أو الإتجار بالبشر أو غيرها من هذه التفاصيل. ما هي المهمة الأساسية بالنسبة لهذه القوة العسكرية؟ كما هو واضح من موقعها، هي ستقوم بضبط عملية تهريب قادمة من قبل إيران مباشرة، بدعم طبعا الحوثيين بالصواريخ البالستية أو بالطائرات المسيرة. فبالعادة يتم عملية التهريب بهذا الاتجاه بهذا الشكل الذي ترونه، لتصل طبعا إلى مثلا ميناء الحديدة على سبيل المثال. ولهذا السبب نحن نرى دائما بين فترة وأخرى التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية، هي تضرب الموانئ مثلا ميناء الحديدة أو غيره، لأنه دائما يتم إرسال الأسلحة وغيرها من هذه التفاصيل عبره بهذا الشكل من المياه، حتى أن مسؤولا أمريكيا صرح إلى رويترز في ظل هذه التفاصيل، قال بأن المنطقة الموجودة بين جيبوتي وبين الصومال هنا واليمن دائما فيها الكثير من عمليات التهريب التي نتحدث عنها. وبراد كوبر بنفسه الأدميرال الأمريكي أكد بأن هذه القضية ووجود هذه القوة التي ستبدأ عملها ومهامها الأسبوع القادم، هي ستكون كافية من مهامها من عملية الحد وتقليل من قدرات جماعة الحوثي بشكل كبير جدا في مسألة امتلاكهم للصواريخ البالستية أو حتى التقنيات والأمور المتعلقة بالطائرات المسيرة. ولهذا الأمر طبعا أهمية كبيرة جدا بالنسبة إلى المنطقة، إلى أمن الملاحة. هناك عدد من الأمور التي ممكن أن تتحقق، واحدة منها هي مسألة أمن الملاحة. فواحدة من الأمور التي حدثت والحوادث الكبيرة التي تمت العام الماضي، منتصف العام الماضي، باستهداف لإحدى ناقلات النفط التي طبعا ضربت بهذا الاتجاه قبالة عمان بهذا الشكل، وكانت هنالك شكوك كبيرة، هل أن الطائرة المسيرة التي استهدفت هذه الناقلة هي كانت قادمة مباشرة من إيران أم أنها كانت قادمة من الحوثيين؟ ضاعت هذه القضية رغم كثرة التحقيقات والأمور، ولكن هنالك عملية عدم وضوح مما جرى فعلا 100% لهذه الناقلة. وهذه الناقلة التي أتحدث عنها هي ناقلة ميرسر ستريت الإسرائيلية التي ضربت بطائرة مسيرة إيرانية بحسب الكثير من التحقيقات التي وضعت في هذا الموضوع طبعا. والميرسر ستريت عندما ضربت، هي ضربت بهذا الشكل العام الماضي، وأدى هذا الأمر إلى مقتل عدد من طاقم هذه الناقلة النفطية، واستمرت الأمور بهذا الشكل ولم تكن هنالك أمورا أو توجهات إلى مجلس الأمن الدولي أو ضربة أو ردع بهذا الاتجاه. بالتالي كانت هي حادثة كبيرة بهذا الشكل. وبالتالي الذي ستعمل عليه هذه القوة المتمركزة في خليج عدن وفي باب المندب، في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، أنها دائما ستمسك بعمليات التهريب الذي طبعا يأتي بهذا الشكل. وبالتالي هذا الأمر سيحد من مسألة الشكوك إذا ما كانت هي قادمة من الحوثي أو غيرها في مسألة حماية الأمن طبعا الموجود في المياه. وبالتالي لن يكون هنالك متهما إلا واحدا إذا ما حققوا ووجدوا طائرة بأنها إيرانية، وبالتالي سيجدون إيران دائما هي المتهم الوحيد. لا يمكن في ظل هذه الترتيبات العسكرية أن تكون غير إيران تقوم بهذه المسألة. وهنالك قاعدة وحيدة، وقاعدة واحدة فقط هي التي تنطلق من
منها الطائرات من هذه المنطقة ولديها نشاطات في الطائرات المسيرة على مستوى عالي للغاية. عندما نذهب إلى القمر الصناعي بهذا الاتجاه سنجد بأننا وتوجهنا طبعا إلى هذه القاعدة التي تأتي بهذه المنطقة، وتحديدا هذه القاعدة التي أتحدث عنها هي قاعدة شابهار. إذا ما اقتربنا من هذه المنطقة بهذا الاتجاه في عام 2020 شهر أبريل سنلاحظ بأننا أمام طائرة مسيرة إيرانية موجودة. كثير من النشاطات، دعونا نبتعد الآن بالقمر الصناعي بهذا الشكل ونتوجه إلى قاعدة أخرى أيضا تتواجد فيها الطائرات المسيرة، هي موجودة في جزيرة قشم، والقاعدة طبعا موجودة بهذا الاتجاه، وهذه هي القاعدة أيضا التي تحدثت عنها الكثير من الأمور والتقارير الاستخبارية بأن هنالك نشاط لهذه الطائرات المسيرة طبعا، وهذه القاعدة في الطائرات المسيرة. بالتالي بالنسبة إلى جزيرة قشم هي تضبط مسائل مضيق هرمز إذا كان هنالك أي هجوم أو غيرها أو تقدم إلى طبعا سفينة أو غيرها، ومن السهل جدا طبعا وضع التهم على إيران كون أن الدول كلها دول خليجية موجودة وأمن كبير جدا موجود في هذه المنطقة، وبالتالي لن تكون إلا قواعد إيرانية هي التي تقوم بهذا الأمر في ظل الحد من إمكانية جماعة الحوثي التي نتحدث عنها بهذا الشكل طبعا بكل تأكيد في هذه القضية المهمة للغاية. وبالتالي أيضا يجب أن ننتبه إلى أمر آخر بأن هنالك سببا متعلقا في هذا التحرك قد يكون وقد له معنى بالنسبة لتوقيت إعلان هذه القوة العسكرية، وهو قد يكون من أجل إرضاء المملكة العربية السعودية وكذلك الإمارات العربية المتحدة بعد الهجمات التي قامت بها جماعة الحوثي بالطائرات المسيرة والصواريخ البالستية الكثيرة. كان هنالك ترددا وضعفا من قبل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في مسألة الرد على مسألة هذه الضربات، وبالتالي هنالك تصدع في علاقة السعودية والإمارات مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن. وعلى هذا الأساس أيضا يجب أن ننتبه أن في نفس وقت إعلان هذه القوة العسكرية يوم أمس أيضا موقع أكسيوس الأمريكي أعلن بشكل واضح بأن كان هنالك اعتذارا قادما من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في هذا اللقاء الذي تم مع ولي عهد أبو ظبي محمد الشيخ طبعا محمد بن زايد، اعتذر له مباشرة على التباطؤ في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في تقديم طبعا أو وجود رد أمريكي حقيقي بعد الهجوم الذي طال أبو ظبي بالطائرات المسيرة والصواريخ البالستية على المصفح وغيرها من النقاط المهمة للغاية. وبالتالي اعتذر له الشهر الماضي بهذا الشكل، وبالتالي هنالك محاولة لإعادة العلاقات بشكل أفضل مع الإمارات العربية المتحدة والواضح أيضا مع المملكة العربية السعودية في ظل هذه التطورات وظهور هذه القوة العسكرية. لماذا؟ لأن هنالك أمرا مهما جدا يجري الآن في قضية المملكة العربية السعودية والإمارات، ومع الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدثت عنها ذا برنت أيضا يوم أمس في تفاصيل مهمة للغاية، أكدت بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن هو يريد النجاح في قضية التصدي لروسيا، استمرار العقوبات على روسيا هي مهمة جدا بالنسبة لسياساته الخارجية، ولكن من دون المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومساعدته في عملية زيادة إنتاج النفط من أجل طبعا سد الثغرة الكبيرة جدا التي تأتي من الصادرات النفطية الروسية المعاقبة بهذا الاتجاه، يجب أن نعيد العلاقات مع السعودية ومع الإمارات. وأيضا هذا يأتي لسبب أيضا بسبب قضية مهمة جدا أيضا نشرت بتقرير مؤخرا متعلق في قضية الصين، وهي طبعا قادمة من China Global Investment Tracker، أكدت بأن الصين هي استثمرت في الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2010 حتى عام 2020 أكثر من 36 مليار دولار، وكذلك استثمرت في المملكة العربية السعودية بنفس المدة التي ذكرتها أكثر من 43 مليار دولار، وأيضا لديها استثمارات بنفس المدة أيضا في إيران بما يقارب أكثر من 26 مليار دولار. وجود الصين اقترابها من هذه الدول وهذه الدول بالنسبة للسعودية والإمارات وكذلك حتى إيران قريبة أيضا ولديها علاقات جيدة مع روسيا، الأمر لا يسير بطريق الرئيس الأمريكي جو بايدن طبعا بحسب ما تحدثت عنه ذا برنت، وكذلك أن إدارة بايدن ليس في مصلحتها أن تكون مع السعودية ومع الإمارات
قريبة من أجل الحصول على هذه الأمور التي ذكرناها، ولكن أيضا الأفضل لها بحسب ذا برنت أيضا أن تتم العودة إلى الاتفاق النووي من جديد للحصول على الصادرات النفطية المهمة للغاية للعالم، وبالتالي أيضا إيران ستستطيع من التخلص من هذه العقوبات الكبيرة المفروضة عليها والتي تسببت ما تسببت به للاقتصاد الإيراني، وهذا ما قالته ذا برنت في على هذا الأساس. طبعا قالت من حيث المبدأ لا يمكن للصفقة، هنا القصد الاتفاق النووي، أن تكون أسهل من ذلك. تحتاج واشنطن إلى نفط أو إلى نفط وغاز إيران للمساعدة في إبعاد العالم عن الهيدروكربونات الروسية، وإيران بحاجة إلى إنهاء العقوبات التي أصابت اقتصادها بالشلل. ولكن هنالك مشكلة حقيقية هي التي توقف كل شيء الآن، مسألة رغبة إيران في رفع الحرس الثوري الإيراني من قوائم الإرهاب. هذا هو الطلب الإيراني الأساسي، وهنالك زيادة في تعقيد مسألة الحرس الثوري الإيراني في ظل ليس فقط الشروط الأمريكية حول هذا الأمر، ولكن في ظل تصريحات صدرت من قائد القوى البرية في الحرس الثورية الإيراني محمد باكبور. صرح تصريحا مهما جدا مؤخرا، وقال بأن لو قتلنا كل القيادات الأمريكية والجنرالات الأمريكيين لن يكون هذا الأمر كافيا للثأر لما تم من اغتيال للجنرال الإيراني قاسم سليماني في عام 2020 في مطار بغداد في الحادثة الشهيرة التي تمت في زمن الرئيس الأمريكي السابق طبعا دونالد ترامب. وعلى هذا الأساس أيضا هو أكد بأننا سنستمر على عهد سليماني، وبالتالي هنالك مشكلة كبيرة جدا في هذه القضية، كيف للاتفاق النووي أن ينجح في هذا الأمر. ولكن أيضا المثير بأن العراق لديه رأي في قضية الاتفاقية النووية، هذا الأمر أصبح واضحا من أمر نشره ديفيد إغنيشيوس أحد أهم الخبراء الأمريكيين على الإطلاق. الرجل قام بمقابلة مع رئيس الوزراء العراقي السيد مصطفى الكاظمي، ونشرت هذه المقابلة على الواشنطن بوست، والسيد مصطفى الكاظمي برر موقف العراق بأن العراق يريد أن تنجح هذه الاتفاقية النووية من أجل أن تهدأ المنطقة، وهذا طبعا ما ذكر في هذا الصدد. قال لي الكاظمي خلال مقابلة يوم الأحد: منطقتنا لا تستطيع خوض المزيد من الحروب، ونأمل أن تتمكن الولايات المتحدة وإيران من الاتفاق على اتفاق نووي جديد كخطوة أولى نحو تخفيف التوترات. نحن بحاجة إلى اتفاق يجلب بعض الهدوء إلى المنطقة. وبالتالي هذه التصريحات للسيد مصطفى الكاظمي هي جاءت أيضا بالإجابة على تفاصيل مهمة متعلقة بالنسبة إذا ما تحصل على ولاية ثانية، كما سأله ديفيد إغنيشيوس. وواحدة من الأمور التي ذكرها أكد بأننا نريد عملية حصر السلاح بيد الدولة.